ليه هتاخدها ب 200 جنيه وتاخدها ب 300 جنيه؟ لان احنا عارفين التكلفه الحقيقيه لهذه الملابس. وبالتالي اللي هيحصل ان الشاب هيلبس بدله ب 200 و300 جنيه هي ب 1000 جنيه، وبالتالي ابقى ساعدته، مش عمال الومه الومه الومه، ما ساعدوش انه يلبس بدله، ما ساعدوش انه يتثقف ويتدرب، والمكاتب بتاعتنا ما بقتش قادره على التدريب، لان الشباب المحامين بيأدوا النهارده ايه؟ بيأدوا المهنه اللي كان بيأديها وكيل المحامي من 30 40 سنه، هي وكيل المحامي كان شغلته يطلع ويصور ورا. الظروف الاجتماعيه والسياسيه اتغيرت والمهنيه، يبقى اللي تربي القاره يبقى اللي اتعلم نقابه، مش احنا نسيب الشباب يضيع ونلوم الشباب ونقول لهم انتوا مش كويسين في القانون ليه وهكذا. فمعهد المحاماه هو الاليه دي. ايضا لماذا لا يكون هناك حاجه اسمها جوائز نقابه المحامين التشجيعيه والتقديريه؟ احنا بيتعلق في النقابات بتاعتنا كل شهر ورق بمئات الالاف. ليه ما تكونش هناك جائزه ما تقلش عن 100,000 جنيه سنويا اسمها جائزه نقابه المحامين التشجيعيه؟ الشباب النابهين في الابحاث، الشباب النابهين في العلوم. انا اقول لكم على حاجه، حتى الشاب انا مش عايزه يقعد يعمل بحث، انا هقول له هات لي احسن مذكره كتبتها وخش بيها المسابقه، هات لي احسن صحيفه طعن عملتها وخش بيها المسابقه، وهكذا. فشجع المحامين على البحث، وشجع المحامين على العلم، وشجع المحامين على الكتابه. ليه ما يبقاش في جواز نقابه المحامين التقديريه؟ شيوخ المهنه الرموز اللي بيعيشوا وبيموتوا ما حدش يعرف عنهم حاجه. لما بنيجي نقارن بنيجي كواسي الانتخابات وندي الدلع لاعضاء اللجنه الانتخابيه الفلانيه وندي دروع لفلان الفلاني، ولا نكلف ابدا من اصله وعمره في هذه المهنه. يجب ان يعود هذا التقدير لمن يستحقه. ليه ما يبقاش في صندوق لرعايه شباب المحامين؟ ليه ما اروحش للدوله واقول لها يا دوله انت بتقولي الشباب الشباب الشباب، طب انا شايل عنك عبء شباب المحامين، بقى عندي صندوق شباب المحامين. والله تحدثت الى شيوخ اجلاء ربنا رزقهم من هذه المهنه الخير الوفير، والله عندهم استعداد يتبرعوا لصندوق الشباب اللي قال لي 100,000 واللي قال لي 50,000 واللي قال لي 20,000، لان الناس دي حاسه انها ممكن تدي هذا المهنه بس مش راضيه تدي النقابه، عشان عارفين لما يقولوا لنا اتبرعوا والتبرع مش في موضعه. الناس دي نفسها تدي للشباب وتدي للنقابه بس عارفه الفلوس دي هتروح فين. اثنين، لملف اخطر واعظم، ملف كرامه المحامي، ملف علاقه المحامي مع السلطات اللي بيتعامل معاها، مع القضاء والنيابه، مع الشرطه، مع حتى السلطات الضريبيه. يا بهوات تخيلوا حضراتكم بقى من الجيزه وعشتوا الموقف ده زي لما بروح احكي بعض الاقاليم ما بيحسوهوش. حضراتكم كان يوم 1/10 عندكم جلسات صح؟ ورحنا انا كان عندي جلسه في جنايات في دار القضاء العالي، رايح على باب المحكمه قالوا لي الحق الجلسه بقت في دار في التجمع الخامس، وناس قالوا لي الحق الجلسه في جنوب القاهره، وناس هنا قالوا لي الحق الجلسه في 6 اكتوبر. هل هذه نقابه يحترمها احد؟ ده يحصل في اي دوله محترمه في العالم وانت رايح المحكمه مش عارف جلستك فين؟ طب شكلك ايه قدام الموكل؟ يعني الموكل اللي بيفهم قوانين ولا الكلام دوت ويقول لك يا استاذ يعني انت مش عارف مكان المحكمه وجاي تتابع معايا؟ ده هذه المهزله. ينفع ينام ويصحى نلاقي محاكم جديده؟ ينفع ننام ونصحى نلاقي قرارات جديده؟ هذه نقابه لا يحترمها احد، فكيف ننتظر ان يحترمنا القضاء؟ وكيف ننتظر ان تحترمنا النيابه؟ وكيف ننتظر ان تحترمنا الشرطه؟ يا بهوات القضاء والشرطه والنيابه. في ناس بتقول ايه؟ الدوله تتربص بالمحامين، اسف، الدوله لا تتربص بالمحامين، هناك خلل في منظومه العلاقه بين المحامين وبين الشرطه وبين القضاء والنيابه. للاسف الشديد احنا مش قادرين نفهمهم، مش قادرين نوصل لهم ان العداله مثلث، المحاماه ضلع، والشرطه ضلع، والقضاء والنيابه ضلع. إذا كسر أي ضلع من أضلاع المثلث كسرت العدالة. لازم إحنا وهم يفهموا إن المحاماة لو اتكسرت العدالة تتكسر، بالظبط زي الشرطة، بالظبط زي القضاء. وبالتالي إذا أنت أهنتني وكسرتني فأنت كسرت العدالة، فما تطلبش مني إن أنا أحترمك وأنت لا تحترمني. ولذلك فأول حاجة لازم الرسالة دي توصل لهذه السلطات. تاني حاجة إن أنا لازم أدير النقابة إدارة أزمات وليست الإدارة بالأزمات. الفرق يا بهوات بين الإدارة بالأزمات وإدارة الأزمات إن الإدارة بالأزمات نستنى المصيبة تحصل، وما المصيبة تحصل الحق بص شوف مصيبة كرامة المحامي يلا إضراب إيه وبعد كده يطبطبوا علينا ونقدر نتفضل تاني تماما ونعيد. لكن هل في حد بيتوقع الأزمات؟ بيتوقع الأزمات هو ده اللي بيسموه إدارة الأزمات. يعني مثلا مثال بسيط، الصدامات بتحصل بين القضاء والنيابه والشرطه،
انا بروح عايز اخش الوكيل نيابه وهو قاعد يتكلم في التليفون نص ساعه جوه وانا واقف على الباب. انا اشعر ان هناك مهانه في ذلك، وهو يتعمد احيانا ان يمد ويزيد في هذه المهانه. انا بحضر جلسه والقادم عاده 9:30، فلا يبدا 9:30 ولا 10 ولا 10:30 ولا 11. احنا بنعمل ايه ساعتها يا بهوات؟ ايه اللي بيحصل؟ بنعمل الاتي، بنيجي في اللحظه دي عايزين نخش له، ففي ناس تتشجع وتقول نخش له وفي ناس تتردد. طب نكتب له طلب، ففي ناس تمضي على الطلب وناس تتردد. والسؤال لحضراتكم، هل هذا الذي يتردد جبان؟ لا طبعا مش جبان. هذا الذي يتردد انما يخشى ان يفتئت هذا القاضي على حق موكله، خايف ان موكله يتظلم بسبب قاضي غير منصف وظالم. لو دخلت وقلت له انت اتاخرت، فبالتالي لو كانت هناك نقابه تفعل الاتي، تكلف النقابات الفرعيه واللجان النقابيه، اجمعوا لي اسماء الدوائر اللي بتبدا متاخر، اجمعوا لي اسماء وكلاء النيابه الذين يعطلون اعمال المحامين، وانا كنقابه انا الذي انا ارفع الشكوى الى مجلس القضاء الاعلى والى التفتيش القضائي. هذه الشكاوى احيانا مش منتجه، لكن كلنا نعرف ان لما بتقدم شكوى في اي قاضي حتى لو مش هيتحاسب بيعملوا ايه؟ بيبعتوا له الشكوى ويقولوا له الشكوى دي متقدمه فيك رد. فتخيلوا لما هذا القاضي يجد ان نقابه المحامين هي اللي شكاها، هل هذا القاضي بعد كده هيتاخر؟ هذا القاضي وانت داخل عليه هتبقى شايفه فلان الفلاني المحامي ولا شايفه فلان المحامي ظهر نقابة؟ في ناس بتقول احنا اللي نجيب كرامتنا والكرامه بنستنتجها من القانون، مش هتستنى نقابه تجيب كرامه. ده جميل وحلو، بس تخيل لو انت قوي ونقابتك قويه، تخيل لو انت عظيم ونقابتك عظيم، تخيل قيمتك قدام الناس وقدام السلطات دي. كمان من توقي الازمات، احنا عارفين وزاره العدل كل يوم فيها 50 صحفي موجودين، وزاره الداخليه فيها 50 صحفي موجودين، واحنا عندنا جيش من الموظفين. لماذا لا يكون هناك منسق دائم لنقابه المحامين لدى وزاره العدل، ومنسق دائم لنقابه المحامين لدى وزاره الداخليه؟ لما تحصل ازمه او تحصل مشكله، بدل ما اقعد ادور هكلم مين، اتصل بالمنسق بتاعي اقول له اديني مساعد وزير للشؤون الفلانيه الفلانيه، ولو ارتضى الامر عايز اكلم الوزير. ولما يكون هيطلع قانون، القانون ده نعرفه قبل غيرنا، فالمنسق بتاعي يقول لي والله هيطلع القانون الفلاني. لازم يا بهوات نبقى نفكر في حلول. السلطات الضريبيه وسعادتكم بهوات تمام محامين قد الدنيا، وعندكم بتعملوا اقرارات ضريبيه لموكلين. الموكل اللي عنده شقه بيأجرها فاضيه، شقه فاضيه ب 1000 جنيه في الشهر، لما بيجي يتحاسب ضريبيا بيستبعدوا له كام مقابل جميع التكاليف؟ 50%. شقه فاضيه 50% مقابل جميع التكاليف، يعني يتحاسب ضريبيا على 6000. بينما انت كمحامي ايجار وكهرباء وميه ومرتبات وورق واقلام وانتقالات، عارف بيستبعدك كام في الميه مقابل جميع التكاليف؟ 10%. حد يعرف ايه ده؟ ايه النقابه اللي مش واخده بالها خالص من مشاكل اعضائها دي؟ ده نقابه الصيادله، مع احترامها مع احترامنا للصيادله، وهي لا تساوي قامت وقيمه نقابه المحامين، عامله بروتوكول معامله خاصه مع الضرائب. لازم يكون في تنظيم ضريبي مختلف للمحامين، ولازم يبقى في مختلف. واطمن السلطه الضريبيه واقول لها شوفي حصيلتك كام، بس اعملي نظام عادل وهتحصلي اكتر منها. علاقة المحامي بكل سلطات الدولة يجب أن يعاد صياغتها. مش عايز أطول عليكم، لكن الملفات كثيرة والآلام كثيرة، وهنقل لملف خطير اسمه أصول وممتلكات النقابة ومشروعاتها تحت الإنشاء. ملف الغردقة اللي هحكي لكم عنها، ملف المدينة السكنية المتعثرة من 2001 حتى الآن. هذه الملفات سببها ايه يا بهوات؟ هل تعلموا ان هذه النقابه تمتلك قريه سياحيه بالغردقه، في ارقى مكان في الغردقه في الممشى السياحي، قيمتها السوقيه تجاوز مليار جنيه، ولا حد يستثمرها ولا حد بيعمل حاجه، وبتتاجر من الباطن. وقصتها جميله احكيها لكم. القريه دي جه احد المستثمرين ضحك على النقابه وقال لها انا هأجر منك القرية، والإيجار ده هفرش القرية وقيمة الإيجارات هخصمها من القرش. اتفاق ماشي، لكن لا اتفقوا يفرش ايه ولا منين ولا ازاي ولا بكام.
20 مليون جنيه يلا اقسمهم اللي يتجوز. والنقابه قالوا له لا انت ما صرفتش كده، ما صرفتش، طب يلا نخش في المحكمه. هو عمال يحلب القريه ويستثمرها عشرات الملايين في كل شهر، واحنا في المحكمه 10 سنين من بين قوسين التراخي، مش هقول التواطؤ، 10 سنين والقضيه بتتقدم وما بناخدش جنيه من القريه. ولما تدخلنا في هذه الدعوه وتمكنا بحمد الله من اعاده هذه القريه الى المحامين مره اخرى، تحولت الى خرابه ومكان مهجور وبيعدر من الباطن، والفرش والتلفزيون سايبهم التليفونات الفلان، وحد الى اي حد يعرف اي حد في الغردقه يقول له بس اوصل لحد الممشى صور لي فرش المحامين. ايضا المدينه السكنيه، بغض النظر اختلفت مع الاستاذ حمدي خليفه او اتفقت معاه، فمشروع المدينه السكنيه ملك المحامين، يبقى بالتالي حينما تحارب هذا المشروع انت تحارب المحامين. فيتعثر هذا المشروع تعثرا عظيما، رغم انه واحد فيه نزلة نجاحه، وتهدر حق 2000 محامي لمده النهارده داخلين في 15 سنه والمشروع متعثر بسبب المعارك النقابيه. ومن اول يوم لهذه المدينه والزملاء اللي يعرفونا يعلموا، قلنا ان هذه المدينه لها حل، وهذه المدينه يجب ان يكون لها صندوق خاص تحت نقابه المحامين، وان ينتقل هذا كل هذا الصندوق ملكا للحاجزين، وانهم هم الذين يديرون هذه المدينه حتى لا تقع في اطول الصراعات النقابيه. وقد حدث ما نبهنا اليه وتنبهنا اليه، وسقط مشروع المدينه السكنيه. الاراضي اللي اتخصصت في السنوات اللي فاتت لنقابه المحامين واتسحبت، وناس جايه النهارده تقول لنا احنا هنرجع الاراضي دي، الاراضي اللي اتخصصت واتسحبت، قبل ما تقول لنا انت رايح ترجعها النهارده في موسم الانتخابات، قول لنا اتسحبت منك ازاي؟ واتلغت ازاي؟ وهل لمجرد ان انا ضد شخص من اتى بهذه الاراضي ان انا اسحب هذه الاراضي؟ انا اختلفت كثيرا مع الاستاذ حمدي خليفه وهو نقيب للمحامين، ولكنها كان خلافا شريفا وخصومه شريفه، ورغم اني كتبت كثيرا مهاجما له، لكن ما يحدث الان تعدى الحدود وتعدى كل الامور. فمن ايضا فيما يتعلق بتركات النقابه، مبنى النقابه العامه، مبنى النقابه العامه لكل انتخابات يقولوا لنا ايه؟ هنبني مبنى النقابه، هنهد مبنى النقابه ونطلع بمبنى مش عارف ايه، ويجوا بالظبط في موسم الانتخابات يقول لك الحق انا طلعت الترخيص بتاع المبنى، وتخلص الانتخابات يقول لك ايه؟ اصل نكفوا في كلامهم عشان المبنى اثري. ومن قال لك ان تهد المبنى الاثري؟ انا شخصيا ارفض هدم مبنى نقابه المحامين التاريخي، لكن ورا هذا المبنى في 3000 متر في مباني قميئه، في اماكن قميئه، انت تهد المباني اللي ورا كلها وهي اللي تطلع فيها مبنى عظيم وقاعات ندوات واماكن للموظفين، ولو عايز تعمل مسرح وسينما والله تعمل. يبقى المبنى التاريخي ده اعمله در كتاب واعيد بهاء وهد وابني اللي وراه. القصه سهله برضه للي عايز يحل، للي عايز يسير بنقابه للامام. انتقل لملف شديد الخطوره، هو ملف تنقيه الجداول، الملف اللي محدش عايز ينقي الجداول. ولذلك اقول لحضراتكم انتخبوا ابراهيم عبد الباسط السعودي او انتخبوا اي حد تاني، بس انزلوا بكره شاركوا واتصلوا بكل اللي تعرفوهم ينزلوا لشاركوا، عشان اللي بينتخب لكم هم غير المشتغلين، وعشان كده الجداول ما بتتنقاش. يبقى لازم المشتغلين هم اللي ينزلوا ينتخبوا، والله اختاروا الضمير كل اللي انتوا عايزينه، والله لا يفرق معي الا ان تقوم هذه النقابه وتصبح لها شانها وتعود لما كانت عليه، بل افضل مما كانت عليه. هم مش عايزين ينقوا الجداول، وقلنا الجداول دي صندوق بيتحشر من فوق، وقلنا نمنع الحشر من فوق ازاي، لكن كمان ننقي من جوه ازاي؟ التنقيه العبيطه، انا اسف ده تعبير بين قوسين، اللي بيعملوها مش هتنفع. عايز تنقي الجداول عندك 3 اليات، 1 تنقي في الفوق عن طريق معهد المحاماه، 2 ثنائي من لا مركزيه. لما رحنا محافظات مصر زمايلنا في المحافظات قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا لو سابوا لنا التنقيه هننقي، احنا اللي عارفين مين اللي بيشتغل ومين اللي ما بيشتغلش. ففعلا دي الحقيقه، في كل محكمه فرعيه وفي كل نقابه هم عارفين مين بيشتغل ومين ما بيشتغلش، هم اللي يقدروا ينقوا الجداول تنقيه حقيقيه. بس الناس عندهم شك قالوها لنا، قالوا لنا لما بروح اشتكي سين، لما بروح اشتكي سين واقول ان ده ما بيشتغلش بالمحاماه، يلاقي حد من مجلس النقابه راح متصل بيه يقول له الحق ده فلان مقدم فيك شكوى. فالناس قالوا لنا لازم تضمنوا سريه هذه الشكاوى وهذا حقهم، مش هفضح الناس اللي بتقدم شكاوى، ولازم اضمن جديه هذه الشكاوى، اللي هيقدم شكوى كيديه يحاسب تقديميا. ايضا اهم حلول تنقية الجداول
ان انا ادرس المشكله واحللها عشان اعرف انقي. سؤال، هو اللي ما بيشتغلش ومؤيد في النقابه ليه؟ مؤيد في النقابه وهو ما بيشتغلش. هو مؤيد علشان الاتي، عشان العلاج، عشان المعاش، عشان الرحله. طب ايه رايك اللي ما بتشتغلش؟